بعتذر منك لأنه بسببي أنا اضطريت تمرق بكل هاي الشغلات السيئة. ما بدي سبب لك أي أذى. رح يرجع لكم وعيكم بعد شوي. ما عندي خيارات تانية. هي الطريقة الوحيدة لأنقذ مان ميت من ساجون. مان ميت ما رح يكون إلك مهما كلفني الأمر. بحياته ما رح يكون إلك. أنا ميت، ما رح خليك تدمري حياة مان ميت بهيك طريقة. ورح تشوفي كيف بدي أكشف ألاعيبك للكل. شو ناوية تعمل؟ ما حدا هون غير أنا وإنتي. رح تصرخي بأعلى صوتك وقت إجي وهاجمك، ووقتها بتنكشفي قدام الكل. انتي كان بدك تضربي ساجون بهذا الفأس؟ شو؟ هي ميت كانت بدها تقتلني؟ لا، ما كان بدي اقتلها، كنت بدي خوفها وبس. كان بدي اكشفها قدامكم. هي عم بتكذب عليكم. هالبنت عم بتشوف. اذا عم تشوف ليش ما حاولت تحمي حالها وقت هاجمتيها؟ ليش ما حاولت توقفك او تمنعك؟ لا تمثلي علي، انا شفت شو صار هلا. أكيد شافتك وقت فقت، لهيك هي ما عملت شي ولا منعتني. هي عم بتمثل إنه ما بتشوف. قليلي، ليش بدها تمثل إنه ما بتشوف؟ مان ميت اسمعني، بهالطريقة الوحيدة هي بتخلينا نترك بعض وتخليك تبعد عني. ليك شو عم تخبصي أنتي؟ ساجون هي اللي كان بدها تتركنا بحالنا وتركتنا وراحت مشان ما أخلف بوعدي للسيد أهلوات. هي كانت مستعدة تخسر حبي مشان أوفي بوعدي. مو سهل أبداً الواحد يخسر حب حياته، وساجون كانت مستعدة تخسر. عم بتمثل. هي البنت عم بتكذب عليكم. كانت عم بتكذب بخصوص الحادث يلي صار معها يومتها، ومثلت عليكم إنه صارت ما بتشوف مشان تنسى وعدك وتنجبر إنك تتزوجها. فهمت؟ إيه ماشي، هي البنت عم تمثل علينا. بس أنتي شو عملتي؟ ليكي خليت الكل يفقد وعيه، صح اللي عملتيه يعني؟ هي اللي خلطت السم بالكركم. إيه معها حق، أنا يلي عملتها لأنه كان بدي أشوف الوجع يلي على وشها.
أنا خليت الكل يفقد وعيه مشان أكشفها قدام الكل. ليك حاول تفهم علي. أنت فهمي علي، ما رح تهاون مع حدا عم يتمسخر على إنها ما بتشوف. قوي قلبك وفهم علي واسمع منيح شو رح قلك. الشي اللي بدي قلك يا هلأ رح يخليك تفقد ثقتك بالحب على الآخر. وقت كانت عم تشتي، مو أنا يلي طعنتك بالسكين، هي ساقون حطت قناع على وشها لتشبهني وطعنتك وقتها بالسكين. أنا لقيت الدليل لحتى أثبت هالشي، هي غيرت كل شي قبل ما تجي أنت على البيت. ساقون طعنتك بالسكين مشان تكرهني ومشان تبعد عني كل عمرك. لعبك للمصارعة ومستقبلك بالرياضة ما بقى يعنوا أي شيء. بكفي، ديري بالك، ما بدي اسمع منك ولا شي عن ساقون. لا تجيبي سيرتها بكلمة واحدة. مفكرة انها ممكن تظلمني او تأذيني مثلا؟ ليكي هي البنت بتحبني كتير، انا حياتها ومستقبلها اللي رح يجي. قليلي ليش تحاول ساقون تقتلني؟ كيف ممكن ساقون تطعني وتأذيني؟ بتحمل لو قلتي شي تاني عنا، بس بصراحة ما عم صدق شو قلتي عنا هلأ، بأنها طعنتني وعم تمثل إنها ما بتشوف. فاهم شو اللعبة اللي عم تلعبيها أنتي؟ ما بدك إيانا نكون سوا صحيح؟ ماشي ميت هودا، أنا هلأ رح أتحداك يا ميت، لأنه أنا وساقون رح نكون سوا كل العمر. بتحداكي وقفيني هلا اذا بتقدري ميت هودا. تعالي ساقون بعدي. مان ميت انت عم تغلط، هي ما بتستحق حبك، ليش ما بدك تفهمني؟ ما رح خليك تتزوجها لهي البنت. خليني اشوف كيف رح تمنعيني هلا. شو عم تعمل مان ميت؟ مان ميت؟ مان ميت ما رح خليك تتزوجها. مان ميت افتح الباب لشوف. مان ميت يلا. مان ميت ليك ما رح خليك تتزوجها، انت عم تغلط، ما بخليك تتزوجها. مان ميت، مان ميت انا عم اقول لك الحقيقه، هي ما بتحبك، هي معنده لتتزوجك. ليك انا ما رح خليك تتزوجها. مان ميت انتي تحملتي هذا الظلم الكبير ساقون، انتي انظلمتي بس اطمني، اليوم رح انصفك قدام الكل ورح جيب لك حقك. مان ميت وساقون رح يجتمعوا مع بعض للابد، وميت ما رح تعمل اي شيء. مان ميت ما رح خليك تتزوجها. اللي مان ميت انت شو ناوي تعمل؟ نحن مرقنا بكتير شغلات ساقون، ما حدا رح يفرق بيناتنا هي المرة. ميت هودا ما رح تأذينا وقت تشوف قوة حبنا وطاقته الكبيرة كمان، ورح تشوف بعيونها انه رح نموت منشان بعض كرمال نجتمع سوا وللأبد. ما حدا بيقدر يفرقنا هلا، ما حدا رح يبعدنا عن بعضنا. ليش هالحكي هلا؟ انت شو عم تحكي؟ مان ميت، مان ميت شو اللي عم تعمله؟ مان ميت اسمعني بس شوي، انا عم اقول لك الحقيقه، صدقني هي عم بتكذب عليكم. مان ميت هي بس بدها تتزوجها. مان ميت، مان ميت ليك رح تندم اذا تزوجت ساقون، اسمع مني بس.